إذن من الضروري لطالب العلم أن يعتني بالنوازل فقها ودراسة وبحثا ونظرا حتى يصل إلى معرفة كمال الشريعة وصدق قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أبرز ما يتوصل إليه الدارس لهذه المسائل النازلة الباحث فيها أن هذه الشريعة شريعة كمال، ليست ناقصة بوجه من الوجوه. وهذا ليس فقط من الناحية النظرية، بل يعني كلنا نعتقد هذا من الناحية النظرية أن الشريعة كاملة، لكن لما ننقل هذا على واقع الناس ومسائلهم وما يحتاجون ونجد ذلك ملموسا في الواقع. وفرق بين العلم النظري والعلم العملي التطبيقي، فرق بين رأي العين وسماع الأذن، فما راء كمن سمع. والعلم إما علم يقين وإما حق يقين، وحق اليقين هو الذي يدرك فيه الإنسان حقيقة وتأويل ما جاء به الخبر مما اعتقده وأيقنه.